مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي الذي نحظى هذا العام بشرف رئاسته وجامعة الدول العربية، لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا. إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول هو أمر حتمي لضمان فاعلية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب أو عبر برنامج إصلاح اقتصادي هو الأكثر طموحاً في تاريخها الحديث، وذلك وفقاً لخطة وأولويات تبلورت وطنياً وحظت بدعم الشعب المصري الذي كان له الفضل الأول في تحمل أعبائها وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح فاق المتوقع. وأما على النطاق الإقليمي فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع أشقائنا على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وتعزيزاً لهذا التوجه فقد تم تدشين آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض، هي مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية الذي سيركز على إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات.